هسه طبخه كنا نعرف انه يوميه قاعد تطلع طبخه شكل، احنا اللي يهمنا من هاي الطبخه، نريد نعرف شكل الحكومه القادمه شنو؟ تشكيل الحكومه القادمه نحن حريصون على ان تكون اولا حكومه عراقيه 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 عراقيه. واو ها حكومه عراقيه، صار 15 سنه مقشمرينه. من كان يحكم الهوسنا والبرسك بوسنا والهرسك؟ وشغله الاخ اترجاك سيد اترجاك، احنا جربنا الحكومه العراقيه واتضحنا يعني اتضحنا عندهم اخفاقات بسيطه، شويه كهرباء ومي وامن وخدمات وكم ميزانيه وسياده وفساد وفوضى وطائفيه وش كم طوط يعني. فاحنا هالمره من باب التغيير خلينا نجرب انجليز مثلا. اوكي طلعنا مجربيهم، زين خلينا نجرب دنماركيين مثلا. اوكي طلعنا مجربيهم، زين فرنسيين. أتراك إيرانيين بعدنا نجربه معنا فعل مضارع هذا مستمر سخيفاني والله مرات وغيرا. أي بس ملاحظة جميلة من السيد عمار الحكيم أنه نحتاج حكومة عراقية. سيد هذا أصدق مطلب أنت طالبت به من زمان صراحة، يعني مو بن زمان من زمان اسمها هي، بس أنا شوي بنشول. بعد شنو المطلوب من السياسيين بالحكومة القادمة؟ إسراع في تشكيل تحالف يهتم بتشكيل الحكومة العراقية، ولا خيار لنا إلا بتشكيل حكومة عراقية ناجحة تهتم بشؤون كل العراقيين من الفاو إلى زاخر. لحظة هذا من بصف هذا العام اللي أسامة الجيفي؟ دقيقة بس عندي خلل بالإعدادات، أسامة الجيفي وهذا العامري وحكومة عراقية؟ عموماً لحظة بس دقيقة، أستاذ تريد العراقيين يشكلون الحكومة العراقية وحدهم؟ تاية هي الوضع يعني يجوا العراقيين و... يجوا العراقيين يختاروا العراقيين يجي وحدهم يجيبوا كوميدي والله عظيمة سيادة وحركات مصدق انه زمن العراق. ضحكتني والله ضحكتني والله وانا جوعان والله. قال حكومة عراقية قال عزيزي قاسم ابو القص نقطة 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 صناعك هالأيام دي يفكرون يفتحون مشروع جديد وعينك على مالك دول خدها حافز. يعني مدى أتخيل شكل الحكومة دقيقة شنو شو الظاهر كلهم متفقين يريدون حكومة عراقية حقيقة يعني. اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة، حكومة لا سنية ولا شيعية ولا عربية ولا كردية هندية ولا... ولا قومية انت هندية لا عراقية ولا شيعية ولا ولا قومية ولا طائفية بل حكومة هندية. عزيزي السيد مقتدى الصدر نقطة 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 ان المدعو كاظم من صيادي يحاول ان يكون كوميدي بالحرف الواحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هيك راح ننسطر كالعادة، طبينا بمئة بلتيقة وبلتيقة وما عرفنا شنو الطبخة شنو